عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم روعة آخر عنقود. بصوا يا جماعة، احنا بنصور النهاردة عند عم أحمد، بس ده البصمة وده المارديني برانت. تمام، البصمة انت قلت ايه هنصور ليه النهاردة؟ هنصور البصمة النهاردة عشان خاطر البصمة اللي معاك كنا بنبيعها ب 70 و75، لما السعر نزل بقينا دلوقتي بنبيعها ب 65. يا رب ينزل كمان. دلوقتي بنقول ربنا عندنا من الغالي برضه بنبيع ب 65. ايوه، ولسه جايبين امبارح برضه بنبيع ب 65. ايوه، ما انا شايفة بس ما شاء الله اهو مشدودة اهو ب 65. اه 65 دي البصمة. الناس اللي بتسأل على البصمة دي مش هتبان، اهي اهي دي البصمة، دي كده باينة قوي اهي، دي سادة ومشجر. يعني البراند مشجر، وجايبين برضه حاجة اسمها مارديني برضه. المشجر ده مارديني. اه مارديني، مارديني جميل جميل. خامة مارديني في البراند تحفة. يعني انت جايب دلوقتي المشجر ومع السادة. مع السادة اه. عايزة تاخدي السادة تاخدي، عايزة تاخدي المشجر تاخدي. عايزة تاخد زجزاج موجود الزجزاج ماشي. عايزة تاخد منقوش المورد برضه. اه هما كلهم هيقولوا لي عايزين يشوفوا المنقوش. طب البصمة وعارفين لونها، المنقوش عايزين يشوفوا لونه. في ناس تحب تتفرج على المنقوش تعرف ايه. جميلة، وانت حاطط معاها النبيت. جميلة وهي غسلة اسمها جميلة. لا والله؟ اه والله. جميلة. هي جميلة ورسمة اسمها جميلة. اسمها جميلة، ده البراند. وده كده البصمة، البصمة في البني باينة، نفس التجزيعات اللي في البني دي باينة في جميع الألوان، بس ممكن تكون باينة في البني عشان غامقة. تمام، 65 جنيه عرض القماش، متر و50، ممكن لو حد قاسه يلاقيه متر و40، يعني متر 40 متر 45 بالظبط لو عايزين الدقة. أي ألوان موجودة؟ أي ألوان بتاعة البصمة؟ موجودة إن شاء الله. تمام، إحنا هنقول بقى الرمادي الغامق، وعندك الذهبي، وده الكافيه، ده كافيه، وعندك نبيتي، عندك بني، عندك كشمير، عندك من الجميله دي داخل عليها بني. بني اه برضه اه اه يعني برضو. دي داخل عليها نبيتي، حاطط جنبها نبيتي، دي داخل عليها بني بنفس الرسمه بتاعه النبيتي، حاطط جنبها البني. دي برضه جميله برضو. كشمير برضو. ومعها الكشمير بتاعها ده لون سكري فاتح قوي فاي. وده كافيه غير الدرجه اللي انا وريتها لهم. ده فاتح دي اه، دي غامقه الاولانيه خالص، دي الفاتحه. تمام، ومعاها الزجزاجه اهي، زجزاج على البني برضه وكافيه. يمشي على البني ويمشي على الكافيه، ويمشي على الكافيه الاثنين مع بعض. أيوة. والجنزاري ده بصمه. تمام، وده الزجزاج اهو برضه مع الجنزاري ماشي نفس الدرجه. حلو قوي، الله تحفه. البتنجاني ده تحفه، بصوا القمر، بصوا القمر، الاثنين ماشيين مع بعض عاملين ازاي، شكلهم تحفه. جميله، دي رسمه الاولانيه النبيتي ما شاء الله. انت بتورينا الالوان الثانيه، في زهري وفي كشمير درجه ثانيه، في الرمادي اللي هو الفاتح اللي انتوا بتقولوا عليه فضي، في احنا قلنا ده جنزاري، ده ايه، تركواز، ده سماوي. سماوي اه، سماوي اه، بسم الله ما شاء الله. الالوان كتير قوي، الرصاص الفاتح موجود برضه. حلو، عشان احنا داخلين على رمضان. موجود برضه اه، ما انا قلت لهم على الرصاص الفاتح دوت اللي هم بيقولوا عليه فضي. أيوة. ده كده البصمه، ده كده البصمه، بسم الله ما شاء الله. الوانها موجوده ب 65 جنيه. 65 ولا 75؟ لا تمام، اي حد ب 70 و50، احنا عندنا ب 65. 65 تمام. نخش على العريض برضه، عشان العريض برضه كنا بنبيع ب 110 و115. اه 105 ب 105 التليجر. التليجر اه، بجميع الوانه اهو برضه، ستاره. الناس بتوع اسماعيليه وبتوع اسوان وبتوع اسكندريه اه، برضه كان بنقول لهم ب 110 و115، النهارده ب 105. ب 105 اه، ب 105. ربنا المستعان. هو دي بقى قطم ولا كنب بس؟ لا هنا كده قطم. دي كده ايه؟ دي كده قطم. دي كده قطم؟ دي كده قطم اه. ده رسمه والكرسي بتاعها. اه دي رسمه والكرسي بتاعها. اه صح، دي رسمه والكرسي بتاعها. ودي جميله قوي برده، رسمه والكرسي بتاعها. دي الرسمه اللي انت كنت دي جميله قوي قوي برده. اه. لا ده كتير قوي خدوا منها. الناس ايه، ناس بتطلب وجايب الاسم تاخد منها. اه يعني هي رايقه قوي. يعني في ناس اتصلت عليا بالتليفون وانا مش عارفه، انا بركز على حاجه في الفيديوهات. الناس اه والله، في ناس اتصلت عليا بالتليفون وبعت لها شحن. وفي ناس برضه جت حاجات من ايه، من المحل برضه ايه بالاسم برضه. اه حلوه قوي. اه اللي عليها مركب اللي احنا كنا بنتكلم عليه. تمام، دي كده كله تقوم، دي كده كلها تقوم من اول هنا كده لغايه هنا. ده 85. 85 متر. 85 تمام. خشوا على حلو قوي. دي هي مش جبلان بارز، بس تحس انها شياكه قوي. دي جبلان بقى، ومنها نفس الرسم على غامق ونفس الرسم على فاتح. يعني دي فاتح، دي فاتح اه، دي كريمي ودي غامق. بس الورده بتاعتها شياكه قوي. ده ماشي زيتوني، وده ماشي ايه، على بيج. على بيج، ده على بيج وده على زيتوني. كل ده بقى كده كنب اه، كنب لوحده وكراسي لوحدها. تمام، اللي عايز يعمل ركنه ماشي، اللي عايز يعمل كراسي سفره ماشي، اللي عايز يعمل شلسه وقعده عربي ماشي. بس الاثنين مش شبه بعض. لا مش شبه بعض، مش شبه بعض.
يعني اللي عندها رخنة تعمل من الكنب ده، تعمل من الكنب. انا عايزه افرد دي، جميله دي. دي تحفه قوي. والكنب بتاعتها كمان، لا شكلها، لا لا شكلها، شكلها يا جدعان يا لهوي على الرقه ده. بص رقيقه جدا، لا هي رقيقه، الرسمه رقيقه، والشغل ده بصي بارز ازاي، وفي كده في سرمه كده بارزه كده. لا حلوه قوي قوي دي، تاني من 10. لا حلوه قوي قوي، جميله جدا بصراحه، وخامتها تقيله. الشغل بتاعها بارز قوي، بسم الله ما شاء الله. لا جميله وتقيله قوي، انا دايس عليها. وبرده دي جميله برده، هنفرج. معلش انا هتابعك معايا، بس لازم الاقي متابعيني يعني يتفرجوا ويملوا عينيهم، يعني عشان خاطر رمضان وبعد كده العيد. كل سنه طيبين. كل شغل ده مطرز، ده مطرز. بصوا بص البروز، بص البروز بتاعته، بص البروز جميل جدا. لا والارضيه، الارضيه بص الارضيه، الله. انا ليا نظره. انت كلك نظره، ربنا يخليك. لا جميل قوي الشغل ده، تحفه ما شاء الله، اللهم بارك. لسه جديد كل ده كده، لسه جديد. دي احسن واحلى كمان. انا عجباني الورده بتاعتها قوي، بارزه. معلش يا احمد، انا تعبك معانا احمد، عشان هو بيعمل ده كله مطرز، ده كله بارز، ده كله بارز. حلوه قوي قوي دي. موجود منها على القفيل الغامق برضه، على القفيل الغامق، بس في المحل. نفس الرسمه في المطريه. ان شاء الله الخميس الجاي ده يبقى اخر خميس ان شاء الله، وبعد كده رمضان، والنهارده الثلاث اخر ثلاث برضه، وبعد كده رمضان ان شاء الله. كل سنه طيبين. طيب. انت اول يوم ثلاث مش هتيجي؟ لا ان شاء الله، هو اخرنا النهارده ان شاء الله، الثلاث الجاي اللي بعديه ان شاء الله باذن الله. وحضرتك طيب. نشوف كام واحده كده من الكتان. لان الكتان انا شايفه فيه ثلاث اشكال كتان مختلفين عن بعض. دي مختلفه عن دي، ولا هي نفس الرسمه بس اللون اللي مختلف؟ لا دي الرسمه دي مختلفه عن الرسمه، وعن دي كمان. وعن دي كمان، يعني دي كمان مختلفه عن دي عندي. تمام، هي دي من تحت كده قفيه بالرسمه بتاعتها اهي. عشان انا قلت لكم اكمل لكم الكتان وما كملناهوش مع بعض، ده شغل تاني خالص زي ما انتم شايفينه اهو. انا ماشيه عليه بالراحه، تمام. انا عايزه ابينه لكم بس التطريزه عامله ازاي، لان التطريزه دي سلك بارز ماشي، وده شغل تطريز بقى ايه مكان حلو قوي دي. وبعد كده برلانتا اهي، ده كتان لون رمادي اللي هو انتوا بتقولوا عليه السيلفر الفضي، تمام. ده كل الشغل اللي فيها، وكتان ده كتان، وده كتان، وده كتان اهو مع الشغل ده. وبرلانتا برضو اهي زي ما انتوا شايفين، وده شغلها. الشغل دوت هادي وجميل جدا، ده مختلف عن ده خالص، بس شكلها تحفه. بصوا دي، انا كده ببين لكم تفاصيل التفاصيل. دي حته قفيه قوي، ودي سكري، وعندك هنا السيلفر، وعندك برضو دي قفيه اغمق من دي. عندك درجتين، وعندك ثلاث اشكال من الكتان. المتر قلنا بكام؟ قلنا ب 100 جنيه. بصوا انا 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 فظيعه جبلان بصراحه، انا فظيعه جبلان. بصوا علو التطريز يعني حاجه محترمه. ده كده جبلان، قلنا احنا على التليجر ب 105 بدل 115، ودي بقيه اشكال الستائر اللي عنده. وطبعا انتوا عارفين النهارده زحمه، واخر ثلاثة وكده الناس كلها فيه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسونيش باللايك والسبسكرايب للقناه، اول مره اشوف في قناتي فعلي الجرس، يوصلك كل جديد.